أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذر نفسي وإياكم من عصيانه ومخالفة أمره. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المسلمين وأن تتوفنا على الإسلام يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، اليوم نعرض مشاهد جميلة. هذه المشاهد قد سطرها لنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها مشاهد الحب والإخلاص، كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم قد أراهم الحب من جهته أيضا، فهو خير من أحب، وهو خير من أظهر الحب وصدق بحبه للناس. Brothers and sisters, today, inshallah, Azza wa Jal, in our khutbah, we will talk about an incidents that show love, but not any love, a real love from the companions toward the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The companions who learn how to love from the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam who deserve to be loved. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam who showed the companion the real love and respect and mercy. أيها الأحبة في الله، ثم بعد ذلك نلتقط بعض اللقطات التي نعيشها في حياتنا ونتعلم من هذه المواقف ومن هذه المشاهد. هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد منكم أيها الأحباب أن توسعوا المخيل عندكم، أن توسعوا القلوب حتى تستطيع أن تتصور ذاك الموقف وذاك المشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة، وأنتم تعلمون المكابدة والصعوبة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم إبان هجرته إلى المدينة المنورة، فيقول أبو بكر الصديق: فكان معي حليبا وكنت في غاية العطش. من الذي يقول؟ أبو بكر يقول: كنت في غاية العطش، ولكن أعطى القصعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع الآن ماذا يقول أبو بكر: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. يا الله، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. من الشارب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من القائل؟ أبو بكر الصديق. هل أبو بكر شرب؟ لم يشرب، ولكن قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت. بالله عليكم، أي حب هذا؟ أي حب؟ كان في غاية العطش ومع ذلك حبيبه يشرب فيقول: ارتويت بارتواء النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام. So one of the incidents, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, during the immigration from Mecca to Al-Madina, and you know how much they struggled until they reach Al-Madina. And I want you, brothers and sisters, to, you know, open your imagination a little bit and try to put yourself in the same incident. So Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu is saying, I was very thirsty, and I had milk, and I gave the milk to the Prophet sallallahu alaihi wasallam to drink.
He didn't drink. I gave the milk to the Prophet sallallahu alayhi wasallam, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam drank the milk until I felt full, until I'm full. Now the question, who drank from it? The Prophet sallallahu alayhi wasallam. Who said that? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Did Abu Bakr drink from it? No. But Abu Bakr as-Siddiq said what? Until I'm full. How you full? And you didn't drink anything. But it is the love. It is the love. Subhanallah, because he loved the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Once the Prophet sallallahu alayhi wasallam felt full for what he drank, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu felt the same thing. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu felt the same thing. ما زلنا مع أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عندما فتحت مكة جاء أبو بكر الصديق بأبيه أبو قحافة. أبو قحافة لم يكن مؤمنا، لم يكن مسلما، أسلم بعد الفتح، فجاء به ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء به من أين؟ من مسافات طويلة، حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أبوه أبو قحافة أراد أن يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شفقة على أبيه، قال يا أبا بكر لو ذهبنا إليه، لو ذهبنا إليه، يعني أنت جايبه من هالمسافات الطويلة هذه وهو رجل طاعن في السن، لو ذهبنا إليه. فقال له أبو بكر، واسمع الحب واسمع الاحترام، فقال له أبو بكر يا رسول الله أنت أولى من يؤتى إليه، أنت أولى من يؤتى إليه. شوف عظم قدر الوالد، ولكن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يعني يشق على النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي أن يشق على نفسه وعلى أبيه، ولكن ألا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. أي حب هذا، أي حب هذا. وبعد أن أسلم أبوه بكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال له لماذا تبكي؟ قال يا رسول الله والله إني لوددت أن يكون الذي أسلم الآن ليس أبي ولكن أبو طالب، لأني أعلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لإسلام أبي طالب بدلا من كل الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب لعمه أبي طالب أن يدخل في الإسلام، عمه الذي حفظه والذي يعني كان معه على طول الخط، ولكن ما أسلم. ويعلم أبو بكر الصديق أنه لو أسلم أبو طالب لكان في ذلك فرح عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا الآن سبحان الله، أبوه يسلم، فبدل أن يفرح ذاك الفرح لأبيه بكى لأنه أراد شيئا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. We still with Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. When his father Abu Qihafa wanted to convert to Islam, he went to him and he brought him from long distance, and he brought him to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and that was after Fatih Mecca, after Mecca was opened. And after that, when the Prophet sallallahu alayhi wasallam looked at his father and he was very old man, he told him, "Ya Abu Bakr, why you brought him? We should go to him. He's an old man." But the son Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu said, "Ya Rasulullah, you are the one who should come too, not my father." Look at the love and the respect to the Prophet sallallahu alayhi wasallam. After he converted to Islam, his father Abu Bakr started crying.
And then they said to him, why you are crying? You should be happy. Your father today converted to Islam. He said, wallahi, I'm not crying because of that. But I'm crying because I wish that Abu Talib, the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, who converted today to Islam, because I know the happiness, you know, the happiness that could be in the heart of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I know how much he wish that his uncle, you know, convert to Islam. Now, subhanallah, ikhwani, when we look at these things, we realize, you know, the love in the heart of Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu toward the Prophet sallallahu alayhi wasallam. They really loved him so much, and there was a reason. There was a reason for that love. You know, ikhwani, love is not just to express your love by your tongue, by saying, I love you. But expressing the love also by your emotions and your actions. And your actions. If I ask all of you now, do you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam? You will say, of course I love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If I tell you now, and imagine this question that I ask you, you know, directly. If I tell you, imagine now you are with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what you will tell him? Just close your eyes and imagine I'm telling you now you are with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, what you will tell him? Imagine that you are with the company of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the love is not just saying it, I love you. Love is following the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Why we love the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? To please Allah subhanahu wa ta'ala. Why we follow the steps of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? To please Allah subhanahu wa ta'ala. So if we really honest in our emotions toward the Prophet sallallahu alaihi wasallam and toward Allah subhanahu wa ta'ala, so we don't just need to say it, but we need to prove that. We need to prove that by actions, by following the Prophet sallallahu alaihi wasallam in everything. We have many commands from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Where his sunnah in our life? Where his sunnah in our life? If you apply the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then this is a real love. If you don't apply it in your life, don't tell me you love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Don't tell me that. Al-mithal al-akhar ayyuha al-ahbab, Thawban radiyallahu ta'ala anhu, khadim an-nabi sallallahu alaihi wasallam. مرة النبي صلى الله عليه وسلم غادر البيت وأخذ وقتا طويلا حتى رجع، وثوبان رضي الله تعالى عنه اشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما رآه قال ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لقد أوحشتني، يعني اشتقت إليك يا رسول الله. ثم جعل يبكي، ثم صار يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أتبكي من أجل الاشتياق؟ قال لا يا رسول الله. ولكن أبكي لأنك ستكون في منزلة ولا أعلم إن كنت سأكون في تلك المنزلة أم لا. أنت ستكون في أعالي الجنان وأنا لا أدري أصلا هل سأكون في الجنة أم في النار. شوفوا الاشتياق، شوفوا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يا ثوبان، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
الحمد لله. ومن يطع الله والرسول، فإذا كنت تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فهل أطعته؟ إن كنت تريد أن تكون جوار النبي صلى الله عليه وسلم هل أطعته؟ So one time the servant of the Prophet صلى الله عليه وسلم and his name was ثوبان. He was missing the Prophet صلى الله عليه وسلم. The Prophet صلى الله عليه وسلم left the house and he took long. And then when he came back, he told him, يا رسول الله, I missed you. And then he started crying. And he said, why you are crying, ثوبان? He said, يا رسول الله, I'm crying because I know you will be in the highest level in Jannah. And I don't know if I will be in Jannah or not. I want to be with you, يا رسول الله. Look at the love of ثوبان to the Prophet صلى الله عليه وسلم. يا أخواني, who's among us, you know, ask himself, will I be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam? And if you do so, what you did for that? What we do to be with the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Sayings are not enough. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, he recited an ayah, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, and those who obey Allah and the messenger will be in Jannah with whom? With the prophets, with the shuhada, with the salihin, وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله. So are you obeying the Prophet sallallahu alayhi wasallam? Is the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam live in your life? Do you really, you know, practice the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wasallam? ومرة سواد رضي الله تعالى عنه في معركة أحد وقد اصطف الصحابة الكرام من أجل المعركة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استووا استقيموا سووا صفوفكم من أجل المعركة ولكن سواد كان في مقدمة الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم استوي يا سواد يعني ارجع قليلا إلى الوراء لكي تكون مع الصف في الصف فسمع سواد ولكنه لم يرجع فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بسواكه ونخز سواد في بطنه وقال له ارجع يا سواد فقال له سواد لقد ألمتني يا رسول الله فقال له سواد لقد ألمتني يا رسول الله فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال افعل كما فعلت افعل كما فعلت فجعل سواد يقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي فقال النبي لما فعلت ذلك يا سواد فقال يا رسول الله إني أشعر أن اليوم يوم شهادة وإني أريد آخر ما يلمس جسدي هو جسدك الطاهر. إني أريد أن يكون آخر ما يلمس جسدي هو جسدك يا رسول الله. سبحان الله. شوفوا الحب إلى أي درجة عند الصحابة وصل. نعم هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يا إخواني خذوا هذه البشرى كما اشتاق الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وكما أحب الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم وهم يرونه رأي العين لقد اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لكم اشتاق لكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مرة والصحابة حوله قال لقد اشتقت لإخواني فقال الصحابة الكرام يا رسول الله نحن إخوانك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أنتم أصحابي ولكن إخواني هم الذين سيأتون بعدكم ولم يروني اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم لكم فهل اشتقت للنبي صلى الله عليه وسلم
So one time in the battle of Uhud, one of the companions, his name is Sawad. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was organizing the rows, the lines, and he was saying to them, "Istawu, istaqimu, be in the straight in the line." And Sawad wasn't in the line; was a little bit ahead. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, "Ya Sawad, istawi, ya Sawad, go back to the line, be straight." But he didn't do that. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam came to him, and he was holding the siwak. And then he put the siwak on his stomach and pushed him a little bit gently to the back. Ya Sawad, go back to the line. And then Sawad radiallahu ta'ala anhu said, "Ya Rasulullah, you hurt me. You hurt me." And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam took his clothes up and showed his stomach to Sawad, and he said, "Ya Sawad, do exactly what I did to you. Take your right." But Sawad radiallahu ta'ala anhu, subhanallah, he started kissing the stomach of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him, "Why you did that?" He said, "Ya Rasulullah, I feel I will die today. I feel I will die today. But I want the last thing that touches my skin is your skin, Ya Rasulullah." Subhanallah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam once, brothers and sisters, was in the company of the companions, and he said, "I missed my brothers. I missed my brothers." And then the Sahaba said to him, "Ya Rasulullah, we are your brothers." He said, "No, you are my companions, but my brothers who will come after you and those who didn't see me, those are my brothers. You are the brothers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam." And the Prophet sallallahu alaihi wasallam missed you, brothers and sisters. Now the question, did you miss the Prophet sallallahu alaihi wasallam? I will end with this hadith. In the day of judgment, when the Prophet sallallahu alaihi wasallam is in Al-Hawd, and each one of his ummah will come to, in order the Prophet sallallahu alaihi wasallam to give him water. And subhanallah, some people will not be able to touch the Prophet sallallahu alaihi wasallam or to take the water from him. The angels will take him away, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam will say, "Ummati, ummati." He knows you. The Prophet will know each one of you because of the wudu. Because of the wudu. The wudu, subhanallah, where you make wudu in your body will be shining in the day of judgment. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam will know his ummah because of that. So we'll say, "Ummati, ummati." But the angels after that will say, "No, Ya Rasulullah, he changed after you. He didn't follow your sunnah. He didn't apply your sunnah. He didn't apply your deen. Ya Rasulullah, you ordered him to do 1, 2, 3, 4, and he did nothing from these things." So brothers and sisters, be careful. Be always careful and follow the steps of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الحوض وتأتي أمته يوم القيامة ليعطيهم الماء ليسقيهم شربة هنيئة من يده الشريفة فالملائكة تأخذ بعض الناس عنه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أمتي أمتي يعني هذا من أمتي هذا من أمتي لماذا أبعدتموه عني فتقول الملائكة لا يا رسول الله لقد غير من بعدك لقد غير من بعدك ما اتبع هديك يا رسول الله هذا لا يستحق أن تعطيه ماء من يدك الشريفة تخيل عبد الله إذا ارجع لنفسك وإذا كنت فعلا تحب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في الأمور التي تحبها وفي الأمور التي لا تحبها نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم آمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم الوصية تقوى الله. أيها الأحبة الكرام، هدي النبي صلى الله عليه وسلم معروف، فلقد بين الله عز وجل شرعه في الكتاب، في القرآن الكريم، وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن أراد طريق الخلود فوالله بابها معروف، ومن أراد طريق التعاسة فطريقه أيضا معروف. هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح وجلي كوضوح الشمس في رابعة النهار، ولكن سبحان الله يا إخواني، بسبب شهواتنا وبسبب يعني هوانا وبسبب إبليس الشيطان وبسبب هذه الدنيا لا نلتزم بهذا الطريق ولا نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم ارحم والدينا واغفر لهما وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لأزواجنا ولأبنائنا وبناتنا ولأقاربنا وأحبابنا وأصحابنا ومن وصانا بالدعاء ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم جميعا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرمهم ولا تهنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأنت أخي أقم الصلاة.